ده اسمك سامية ولا سامية؟ اسم سامية. سامية؟ طب وفرقت يعني سامية عن سامية عشان تغيريه؟ لا أنا ما غيرتوش، أنا ناس كتير من صحابي يعني كانوا اسم سامية تقيل بالنسبة لهم. سامية تقيل؟ فرقت إيه يعني؟ يه؟ لا يه وته وهيه. لا حمل فعلا وهيه على كتير وإيه إيه؟ لا في فرقت كتير. سامية عطية صح؟ سامية أحمد عطية. فرقت يا احمد عندي؟ لا بقول لك ايه، انت اول حلقه سالتني اسمي كان نفسك باسمك، لو راجل قلت لك احمد عشان الشوف شو ضاع هتضير اسم ابويا في ثانيه. امال ايه بقى سامة المصري؟ بصوا كان في ناس كتير الحقيقه بيحسبوني مش مصريه. ليه؟ اللوك. اللوك ايوه. ايه نيجيري؟ إيه لا لبناني. شوام، قلب على شوام. تشيك. اوكرانيات عود برضو. والشخصيه؟ الشخصيه مصري 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 مصري. بولاء. من بولاء. قالوا عليك ان انت اسف يعني ان انت شرشوحه في طريق كلامك. والله انا غلبانه. انا بعد ما قعدت معاكي فعلا انت والله غلبانة. انا غلبانه جدا والله العظيم. هقول لك على حاجه، انا كنت ماشيه ورا في الشارع، انا عشان يعني ببقى عنيفه جدا في أغنية وزي ما بيقولوا بشتم احيانا وبطول لساني على ناس كتير فاهم، فانا كنت مره في العربيه بتخانق مع الولد المصور معايا. سوري الولد مش قصدي يعني الولد المصور، عشان بس مصور ما يزعلوش. فرقت شواد من ولد يا عم؟ لا طلعني شكلي وحش في التصوير. لا ما تقلقش. فكنت بتخانق معاه. فعدت واحده في عربيه يعني كانوا راكبين عربيه الميكروباص الصغير، فقالت اهي شرشوحه زي ما بتطلع في التلفزيون. بس مجرد ان هي لقيتني بزعق بس، قلت لها والله انت ست كده عندك حق. بس فهي هو الناس دايما بتاخد فكره عن يعني مثلا الله يرحمه محمود المليجي، الناس كلها كانت فاكره ان هو شرير مع انه كانوا بيقولوا من اطيب الناس. استاذ فريد شوقي بيقولوا قلبه كان طفل فاهم، فهو دايما الناس بتصدق في الفنان. زي ما صدقوا كده في الله يرحمه محمد عوض لما عمل شراره، هو نحس بجد يعني، فكانوا بيقابلوه في الشارع بيخافوا منه.